مدام نادية، ايوه مساء الخير. مساء النور. لو سمحت يا سيدنا الشيخ، الواد الواحد محتار في امر الحجاب، معلش. ايه الواد انا عندي 65 سنه، واحد ايه حضرتك قلتي ايه؟ محتار في امر الحجاب، ان اه في اتفضلي. شيوخ بتأيده وفي شيوخ ما بتأيدوش. الحجاب اللي هو وبعدين ايه حضرتك؟ الحجاب الحجاب اللي هو ايه؟ تغطية الشعر، مش يعني انا تغطية عندي الوجه، 65 الوش الشعر الشعر الشعر. تمام الشعر. انا تمام دلوقتي عندي 65 سنه ومحتشمه في كل حاجه، في لبسي وفي كل حاجه، بس هو الشعر مش حاطه عليه اشاره. فانا عايز اعرف هل يعني هبقى عليا ذنب ولا مش عليا ذنب؟ 65 وبعدين لو سنة واحده شعرها، نعم 65، حضرتك ملبستيهوش خالص يا مدام نادية، ولا لا حضرتك لبسته وقلعته يعني لبستيه قد ايه وقلعتيه امتى؟ قلعته من قيمه سنتين كده، ما قالوا لي انت في سن التقاعد وكده خلاص. وبعدين حضرتك سن عايز اعرف في التقاعد ده، حته، سن التقاعد حضرتك من الشغل ولا من الحجاب؟ لا هم قالوا في القرآن كده، فأنا اه قلعت القواعد من الإشارة. النساء. أيوه أنا عايز حاضر. أعرف بس، هل لو قلعت الإشارة وأنا في كمان الحشمة بتاعتي، هل هيبقى ليا ذنب؟ وبعدين طيب إيه الحكمة تكون واحدة شعرها وحش قوي وتلبس حجاب، وفي رجالة شعرهم أحسن من الستات؟ فأنا عايز أعرف بس الإجابة، لأن طيب في شيوخ حضرتك بتأيد وشيوخ حضرتك لأ. بس، طيب السؤال هنا، قلع الحجاب ده وكشف الشعر ده في البيت عشان انا قاعده في البيت، لا ولا أما أخرج خروج؟ بتخرج حاضر بقى. حاضر 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 شكرا. طب تحت عيني يا امر مدام حضرتك. القضيه دي يا استاذه لميا كل فتره بيطلع لنا كلام في موضوع لبس الحجاب. بس هو بقى لها فترة، أنا يعني يمكن ده اليومين دول في رابع كلام مرة كتير. مثلا أسمع نفس الموضوع. ده كتير، وفي بنات كمان في سن الشباب مش في سن النساء القواعد بيسألونا كتير. أنا بصراحة عايزة أخلع الحجاب. أحيانا بيبقى في بالفعل ده في ناس كتير في مع حالات الأسف. نفسية، وفي ناس بتمر ببعض المشاكل بيبقى عندهم إحساس إنه ده عائق، الكلام ده كله. لكن أنا هقول لأمي الكريمة 65 سنة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم مع السيدة أسماء قال لها: إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وذاك، الوجه والكفين. ويا أمي جميع بدن المرأة عورة، مش هنقول الشعر كله، ده لو في خصلة شعر طالعة كده من تحت الطرحة ده ما ده دي ينفعش فيها كمان خالص. أقاويل ده تانية فيها كتير. كلام كتير إن ده ما ينفعش خالص. أنا لما سألت حضرتك الوجه ولا الشعر، الوجه في خلاف وفي كلام، وقالوا إن النقاب فضيلة مش فريضة، فريضة. واللي دارت وشها خلاص مش هنقول لها ده ما ينفعش، هي حابة كده خلاص، هو لكن مش فرض، مش بس مدام هننكر انتي مش مدام انتي هننكر عليها، دي حرية شخصية وفضيلة. لكن تغطية الرأس وتغطية الشعر الحجاب ده فرض، وده اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غير الصلاة. وآراء العلماء إن جميع بدن المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين. طيب ولكن فكرة بقى انها خلاص كبرت في السن و65 سنة قصة والتقاعد. القواعد وان انا كبرت وانا قاعدة في البيت، وانا قاعدة في بيتي اقعد بحريتي، لكن انا هخرج بره. الست احنا يعني امبارح كان معايا اتصال، الزوج عنده 80 سنة، راجل عنده 80 سنة وبيتجوز ست عندها 60 سنة. فمهما كان السن مش هينفع اخرج بره بيتي، لانه بيختلف من شخص لشخص. بالظبط، يعني ممكن وزي 65 الله سنه يفتح عليكي حد ما يبانش زي عليه المسألة سنه. الكريمة قالت كده، في ناس شعرها وحش، وفي ستات بتبقى مثلا 25 سنه و30 سنه وما فيهاش الرغبه، وفي ست عندها 60 سنه و65 سنه وفيها الرغبه. فاحنا علشان نقفل الموضوع كله، جميع البدن عوره ما عدا الوجه والكفين. تمام.